أهلا بكم مشاهدينا الأكارم، أرحب بكم إلى مساحة جديدة من الحوار وإلى قضايا جديدة سنخصصها على تعز وعلى التجاذبات التي تحدث هناك. وإذن هناك تجاذبات كثيرة واتهامات متكررة بين الأطراف المتصارعة في تعز تؤدي كلها إلى انفجار الوضع، ويظل المواطن راهين هذه التقلبات. مديرية التربة والحجرية كانت على موعد مع معارك عنيفة بالرغم أنها حيدت عن كل هذه الصراعات. اتفاقات وتوجيهات بتجريبها الصراع، ولكن معظم تلك التوجيهات قوبلت بالرفض. بعدها نرى مشهد آخر في تعز، وهذه المرة في المدينة، مظاهرات مطالبة بمتهمين ضالعين في جريمة قتل. يتبع هذه الخطوات إغلاق للشوارع واتهامات للحملات الأمنية أنها مصدر خوف لا أمن للمواطن. نحاول مشاهدينا الأكارم أن نعرف ماذا حدث، ومن ضد من، وأيضا ومن مع من، ونعرف هذه الإجابات من ضيوف الأكارم بعد متابعة هذا التقرير. تعز صباحا مظاهرات تندد بجرائم القتل، ومساء حملات أمنية هي من تخرج هذه المظاهرات صباح اليوم التالي، ديدن فرضه الإخوان على هذه المدينة الحالمة وجعلها تدور في حلقات ملاحقة وتصفيات داخلية تستهدف رفقاء سلاح مقاومة الحوثي البارحة، والذي حولهم الإخوان المسلمون إلى أعداء اليوم. وليد العريقي أو ما يعرف بوليد الرغيف تم اغتياله وفق سلسلة طويلة من العمليات الانتقامية التي يقوم بها الإخوان، فقد سبقه بأيام اغتيال القيادي في مقاومة تعز أبو الصدوق، وسبق كل ذلك حملات تهجير جماعة أبو العباس من تعز القديمة. ومن يتابع هذه العمليات يجد أن ميليشيات الحوثي في تعز بمأمن من عمليات الإخوان المسلمين، ناهيك عن الدور العسكري متمثلا بغرفة عمليات المحور. استئثار الإخوان المسلمين بمقاليد الحكم في تعز وإدارتهم الذاتية لمؤسسات الدولة فيها هو من جعل الحالمة إلى اليوم تعوم بين أكوام الركام، فالإخوان يرون فيها عاصمة عسكرية للتحركات والتجنيد خارج إطار الدولة، مستغلين سيطرة كبار الجماعة على قرار الشرعية، الشرعية التي باتت غطاء يتدثر الإخوان به في تعز، ويحاولون بشعارها التحرك جنوبا صوب التربة، فبوصلتهم لم تعد تشير شمالا إلى الحوبان، ليتم على إثر ذلك تناسي حصار ميليشيات الحوثي الذي يخنق المدينة، ومحاولة جر الانفلات الأمني معهم إلى التربة التي ما يزال الإخوان برغم الأوامر الرئاسية باقين في جبل صبرين بقرابة 22 طقما عسكري، الأمر الذي يرى محللون أنه مقدمة لصراع قوى التحرير بينها وتحرير للمحرر. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأكارم من جديد، أرحب بضيفي الكريمين الأستاذة أروى شميري ناشطة حقوقية، والأستاذ عواد الوهباني مراسلنا في محافظة تعز. أبدأ معك أروى، مرحبا بك. مرحبا. يعني البارحة تواصلنا معك، ولكن يبدو أننا لم نستطع أخذ المعلومات الكافية نظرا لضيق الوقت. دعينا اليوم أستاذ أروى نستعرض ماذا يحدث في تعز بالضبط. بداية كانت هناك أحداث مؤسفة طبعا في التربة والحجرية، هجمات للقوات العسكرية، يعني معسكرات جديدة كانت إلى جانب اللواء 35 مدرع، اتفاقات بسحبها بعد 5 أيام بعد مطالبة بأحد المختطفين من هذه القوات. ماذا حدث بعد؟ هل هناك تفاهمات؟ هل جنبت الحجرية الصراعات أم ماذا؟ الحجرية أصبحت الآن مستهدفة، يحاولون السيطرة عليها. إذا أتينا بشكل واضح للصورة بوضوح، هناك قوات زرعها حمود سعيد المخلافي، قوات زرعت في جبل صبران الجهة الغربية. هذه القوات يتم إدخالها بشكل سري للمنطقة، وقد بدأ من قبل رمضان، بدأ إدخال هذه القوات من قبل رمضان وقبل النقيب محمود البنا، هذا أحد المجندين مع الأخوان المسلمين برتبة نقيب، محمود البنا وهشام الأصبحي وأسامة القردعي، هؤلاء الثلاثة هم المسؤولين عن تدمير والتحشيد لتلك المنطقة الجهة الغربية من جبل صبران. الآن الناس المتواجدين هناك أبناء الجبل وأبناء المناطق المجاورة يرفضون تواجدهم خوفا من انتشار الانفلات الأمني من انتشار الجريمة. طبعا تعز تعاني من الانفلات الأمني بشكل كبير، وأقربه قبل أسبوع من الآن حدثت غزوة للضبوعة وتم مهاجمتها وتم إصابة بعض المواطنين واعتقال البعض، يعني طيب يعني كان هناك اللواء الرابع أتى
يبدو استفزاز كما وصفه البعض للواء 35 في منطقة الحجرية أو التربة. وكما تحدثت، يعني هل هناك تموضع حقيقي في جبل صبران الآن؟ نعم، الآن توجد قوات تابعة لميليشيات حمود سعيد المخلافي في جبل صبران، في الجهة الغربية من الجبل، الجهة الغربية من الجبل تموضعوا فيها، أخذوها، أصبحت فيها قوات كثيرة ومتواضعة. الجهة الأخرى من الجبل لا زالت مع اللواء 35، يعني وقبل هذه الفترة أستاذة أروى، يعني جبل صبران الذي أنت تتحدثين عنه يعني كان تبع الحماية الأمنية للواء 35 مدرع أم ماذا؟ نعم، كان تبع الحماية، لكن للأسف هناك ضباط يبدو أنه تم شراء دمهم، منهم النقيب محمود البنا. هؤلاء الضباط هم من سهلوا دخول ميليشيات حمود سعيد إلى تلك المنطقة. هناك شراء لدمهم ضباط تابعين للواء 35، هذا ما يحدث الآن. نعم، يعني كانت هناك اتفاقات يعني بأنهم يغادروا هذا الجبل أو هذه التموضعات وأيضا يغادروا هذه المناطق، وقامت هذه القوات يبدو بالنزول إلى أماكن مختلفة، يعني هناك مخالفة عن ما اتفق عنه. إذا ماذا ينذر ذلك أستاذ أروى؟ للأسف لم يتم المغادرة، ما زالت تلك القوات متواجدة هناك. من غادروهم فقط أفراد الشرطة العسكرية، ولم تغادر كامل الأطقم. الأطقم التي دخلت الحجرية 22 طقم، من غادر من الحجرية تقريبا حوالي 10 أطقم، 12 طقم ما زالت متواجدة في التربة، أو لكنها تموضعت في أماكن أخرى كي لا يتم تسليط الضوء عليها. كما يبدو القوات ما زالت في جبل صبران، ونتوقع أن يحدث اشتباكات، نتوقع حدوث أحداث دامية في الأيام القليلة. نعم، يعني كانت هناك اتفاقات وتوجيهات، تلو التوجيهات طبعا من المحافظ، والذي كان من المفترض أنه رئيس اللجنة أو شكل برئيس اللجنة، ولكن هناك عدم مبالاة أو تنفيذ لمثل هذه التوجيهات. إذن أستاذة أروى، من سيلزم مثل هذه الأطراف للرجوع طالما هناك اتفاق بأن القوات العسكرية تنسحب بكامل قوامها من هذه المنطقة؟ للأسف الحاكم العسكري الفعلي في تعز ليس المحافظ، الحاكم العسكري في تعز هو المدعو عبد الله فرحان سالم، هذا هو القائد الفعلي، هو الذي يحرك القوات، هو الذي يتأمر بالجيش. نعم. المحافظ أصدر 4 برقيات، البرقية الأولى 596، البرقية الثانية 599، البرقية الثالثة 601، البرقية الرابعة 607، هذه أرقام البرقيات الأربعة، لكن منها ضربت عرض الحائط ولم يتم تنفيذها. الجيش يا أخي الكريم ينفذ فقط ما يتم إصداره من قبل ذلك الشخص المدعو عبد الفرحان سالم، وهو يعتبر الحاكم العسكري الفعلي الفعلي. نعم، أستاذ أروى خليك معي، بس أرحب بالأستاذ عواد الوهباني، مرحبا بك. عواد هل تسمعني؟ نعم عواد، حتى يجهز الاتصال سأعود إليك يا أستاذة أروى. نعم تسمعني يا أستاذ عواد؟ أنا معك أستاذي. نعم يعني تحدثنا أنا والأستاذة أروى عن الوضع الأمني الآن الموجود في منطقة التربة والحجرية، وهناك يبدو أن هناك خطوات لتجنيب مثل هذه المنطقة القتال، يعني كانت محيدة عن هذه الصراعات، ولكن يبدو أن هناك قوة تريد إدخال هذه الصراعات لكل منطقة في تعز. هذه التموضعات في جبل صبران، هذه الإرهاصات الموجودة في الحجرية، إلى ماذا تنذر وما هي الأهداف؟ وهل تذهب بأنه قيل بأنها هي البوابة نحو باب المندب والجنوب؟ إدخال منطقة الحجرية في زونات الحرب يعني قطع الشريان الوحيد لمدينة تعز، وطالما أن الحجرية تقع في الجهة الجنوبية وهي الرابط ما بين تعز والعاصمة المؤقتة، يجب على كل العقلاء في تعز تجارب الأمر وتجنيب الحجرية الاقتتال مهما كان الأمر، وأن يقوم صفا واحدا مع الأخ محافظ المحافظة باعتباره المسؤول الأول عن المحافظة.
ولكن هناك أطراف عواد، يعني هناك أطراف كثيرة، وهناك يبدو تشكيلات عسكرية رسمية معها وقوات لها قوامها ولها عتادها العسكري موجودة في تعز. هناك ثلاثة أطراف تتضارب على محافظة تعز، من يكون له السيطرة والكلمة الفصل هناك؟ الفدرية تقع ضمن العملية العسكرية التابعة للواء 30، ونقرأ عملياته، بالإضافة إلى أن هناك الأمن الخاص الذي يتولى الشؤون الجانب الأمني، بالإضافة إلى مديرية أمن الشمالية. تدخل أطراف أخرى في هذا المكان الذي يعد مصر عمليات اللواء 35 مدرعة يعد عمل غير مقبول على الإطلاق، واللواء 35 لواء مشهود له باعتباره أول الألوية الذي قاوم الميليشيات الحوثية، وهذا كان العميد عجلان حمادي الفضل الأول في إطلاق أول رصاصة في جثث الميليشيات الحوثية. نعم، أعود إليك أستاذة أروى. أستاذة أروى، يبدو أننا أمام مشهد مغاير أو ليس ببعيد عن ما حدث في الحجرية، ولكن مشهد آخر في تعز. هناك مظاهرات البارحة يعني، وهناك محاولة لإغلاق مبنى المحافظة ومطالبات بقتلة أحد الأشخاص، يعني أطلعينا بالتفصيل عن ما حدث. ما حدث بالأمس يبدو أنه خلط أوراق. ما حدث بالأمس في شارع جمال وإغلاق المحافظة يبدو أنه خلط أوراق. الشخص الذي قتل اسمه وليد الرغيب. نعم، من وليد الرغيب؟ وتم قتله من قبل الحملة الأمنية. وليد الرغيب هذا أحد المنتمين للمقاومة منذ البداية، وأحد الذين قاتلوا الحوثي منذ البداية، بإمكانك أن تقول أحد القادة في المقاومة. نعم، مقتله بتلك الطريقة أثار الأتباع. كيف قتل أستاذ أروى؟ كيف قتل؟ أثار أصدقاء. نعم، كيف قتل؟ أصيب باشتباكات مع اللجنة الأمنية، حدثت اشتباكات مع اللجنة الأمنية فأصيب، تم التصويب عليه ونقله إلى مستشفى الثورة. نعم، وما هي الأسباب أن تضطر هذه المقاومة التي هي من المفترض أن تكون لديها هدف واحد مع اللجنة الأمنية، ما هي الأسباب طبعا التي اضطرت إلى حدوث مثل هذه الاشتباكات؟ تضاربت الأنباء، هناك من يقول أن تواجد إحدى الزينبيات في تلك المنطقة، وأن أحد القادة في أحد الألوية هو من قام بتهريبها من السجن وإخراجها على ضمانته. نعم، وأراد تهريبها إلى صنعاء. هذه إحدى الأخبار التي تدار. نعم، الخبر الآخر يقال أن هناك تجارة بالحشيش، أنهم يتاجرون بالحشيش، وأن هناك عصابات تتاجر بهذا الشيء، وهذه أيضا تهمة أخرى. كل هذه التهم يحاولون أن يغطوا بها ما حدث. مقتل وليد الرغيف يعتبر شيء جسيم، مثله مثل مقتل أبو الصدوق وغيره. هؤلاء قادة في المقاومة كانوا منذ البداية، لكنهم مختلفين مع الإصلاح، كذا بالواضح خلينا نقوله. نعم، مختلفين مع القادة. يعني من اختلف معهم يعني يقوموا بقتله حتى لو كان يعني بنفس الهدف ويعني ونفس الرؤية السياسية، يعني يقوموا بقتله بهذه الطريقة. يبدو أن هذا ما يحدث، ويكفينا ما حدث للشهيد عدنان الحمادي. يعني طريقة مقتله واضحة جدا، أن هناك من يريد تصفية هؤلاء القادة ليسيطر عسكريا على تعز. نعم، وبعد ذلك هناك مطالبات، طبعا مطالبات بفرض العدالة يعني، والمظاهرة التي كانت البارحة بإخراج قتلة أبو الرغيف أو ما يعني كما وليد الرغيف. وليد الرغيف. طيب، الرغيف. طيب، وأبو الصدوق أيضا، يعني هؤلاء الأشخاص الذي تم قتلهم الصدوق. ومطالبة بمطالبة باللجنة الأمنية، كيف نفهم ذلك؟ يعني من يطالب من؟ الآن الأتباع والأفراد التابعين لأبو الصدوق والتابعين وليد الرغيف وبقية من قتلوا هم الآن يطالبون اللجنة الأمنية بإظهار الحقائق، يريدون أن يعرفوا حقيقة من الذي طيب يحدث. اللجنة الأمنية أستاذ أروى هي من اشتبكت مع هؤلاء، يعني هي التي اشتبكت مع وليد الرغيف وهي التي قتلت اللجنة طيب الأمنية. كيف نطالب اللجنة الأمنية الآن أصبحت عليها تفضلي. أصبحت عليها شكاوي كثيرة، يعني كما يقال كثر شاكوك وقل شاكروك.
اللجنة الأمنية كما أخبرتك سابقاً أنها تدخلت بعدة اشتباكات لصالح أفراد. أصبحت اللجنة الأمنية تدار بشكل ماذا نقول؟ هل نقول بشكل قبلي؟ أصبحت تدار بشكل أفراد. إذا حصلت مشكلة ما بين فرد ينتمي مثلاً إلى منطقة مخلاف بالذات مخلاف، تتحرك اللجنة الأمنية وتذهب للمطالبة بدمه. لكن إذا قتل أي مواطن آخر لا ينتمي إلى هذه الفئة إلى منطقة مخلاف، لا نجد أي تحرك، ويضيع دمه هدر. نعم داني عواد، يعني عواد، كيف هو الوضع الآن في محافظة تعز، وكيف هي يعني مناطق الاحتجاجات طبعا والتي كانت قد قطعت الطرقات فيها البارحة؟ نعم أعود إليك أستاذة أروى. يعني أستاذة أروى، أنت تحدثتي في بداية المقابلة بأن هناك هجوم على منطقة الضبوعة إن صح الاسم أو نطقته بشكل صحيح. ما هي الدوافع، يعني ما هي الدوافع التي جعلت هناك حملات أمنية على مثل هذه المنطقة؟ الدافع كان بسيط جدا. أن ابن القاضي نبيل الأديب يملك موتور، فحصل اشتباك بينه وبين صاحب دباب آخر، فصاحب الدباب الآخر هذا منتمي لأحد الألوية في الجيش، فوجه السلاح لهذا الطفل ابن القاضي نبيل الأديب. نعم. وحدثت بعد ذلك مشادات، أنهم أخذوا السلاح على هذا البلطجي الذي ينتمي لأحد الألوية. نعم. فذهب هذا البلطجي وأحضر زملائه، يعني أحضر جماعته في ذلك في منطقة الروضة، وكلهم مسلحين وكلهم تابعين للجيش، وتحركوا بحملة أمنية باتجاه الضبوعة، وتم محاصرة الضبوعة لمدة 3 أيام وقصفها. يعني الموجود في صفحتي على الفيسبوك القصف المباشر. نعم. كيف كان يتم القصف؟ هل هناك من أضرار أستاذة أروى، يعني في العين وفي أحدهم في البطن؟ هناك أضرار. أخ القاضي نبيل الأديب أصيب في عينه، أحد العاملين في منطقة البنشر هناك أصيب في بطنه، واحتمال يكون قد توفى. هناك إصابات بسبب الاشتباكات التي حدثت. يعني هناك نوع من الغرابة أن كيف يتم تسخير أيضاً. يعني تسخير أفراد القوات العسكرية لمثل هذه المشاكل، يعني وأن تنفذ مثل هذه الحملات والحصار، يعني شيء غريب لأول مرة يحدث في تعز بالذات. يعني للأسف حدث سابقا باتجاه المدينة القديمة لما قتل أحد القادة في اللواء 22، تحركوا دون أوامر وهاجموا المدينة القديم وحاصروها وقذفوها بالمدفعية وقنصوا حتى ناس هناك. يعني الأحداث التي حدثت أيام المدينة القديم مرعبة جدا، والمحافظ السابق دكتور أمين محمود وجه بإيقافهم ووجه بإعادة القوة، لكن لم يستمع له أحد. القصف الذي حصل والاعتداء الذي حصل على المدينة القديم كان مرعبا جدا. يعني كيف يتحرك لواء كامل بقواته بمجنيته، وايضا يعني انتهت تلك المشكله، يعني برحيل المجموعه الذي قالوا بانها مجامع مسلحه، رحلت الى خارج المنطقه، والمفروض ان المنطقه القديمه او المدينه القديمه تنعم بالامان طالما والسبب ذهب الذي تحججوا به. لم تنعم الأمان الآن. الآن يوجد اغتيالات، إلى الآن توجد مشاكل، إلى الآن لم نتخلص من حكاية الاغتيالات داخل المدينة، ما زالت موجودة. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات أستاذة أروى الشميري الناشطة الحقوقية، شكرا جزيلا لك. في محورنا الثاني مشاهدينا الأكارم، في تعز أيضا التي لم تسلم من تصارع المتصارعين طبعا، ومن جعلها مسرح للعمليات العسكرية وتصفية للحسابات، حتى تكون هناك حرب بيئية قد تفتك بالكثير من الناس وقد تقضي على أشخاص أكثر بكثير من الحرب العسكرية. تكدسات كبيرة للقمامة تسببت في انتشار للحميات، تزامن ذلك مع انتشار فيروس كورونا ومع عجز الأجهزة الصحية عن مواجهة هذا الوباء. لماذا تترك هذه القمامة مكدسة؟ ومن المسؤول؟ وأين عامل النظافة؟ وهل يتم صرف مستحقات هؤلاء العمال؟ مع ضيوفي الأكارم سنطلع على تفاصيل أكثر بعد متابعة هذا التقرير. السلام عليكم.
في ظل تفشي الأوبية والحميات التي كادت أن تعصف بالمدينة تحذيرات طبية من تفشي الحميات الفيروسية حمى الظنك والمكرفس والملاريا بين أوساط المواطنين. أعداد كبيرة تم تسجيلها في أحياء المدينة القديمة وسط مدينة تعز وعجز هذا المشفى عن المواجهة مع التزايد الكبير في أعداد المرضى والتفشي الملحوظ للحميات في الأحياء المجاورة كحارتي السواني والجمهوري. نستقبل يوميا بمعدل 500 إلى 700 حالة، أغلبها حالات حميات المنتشرة في هذه الأيام. زي ما ذكرت أنه أغلب البيوت في المدينة لا تخلو من أمراض الحميات. نحن الحمد لله نقوم باستقبال الحالات على مدار 24 ساعة، إلا أن هناك عجز شديد بالأدوية والمستلزمات الطبية. بينما ينكب صندوق النظافة والتحسين بتعز على جباية رسوم النظافة والتحسين، تتكدس مئات الأطنان من المخلفات بدءا من هذا السد الذي يعد المصدر الرئيسي للأوبية مرورا بالشوارع والأحياء وعبارات السيول التي تعد مكبات مفتوحة بظل غض السلطات الطرف عن صرف مرتبات العاملين في قطاع النظافة وإضرابهم عن العمل. بهذا ينحرف صندوق النظافة عن أداء دوره الرئيس المتمثل في نظافة المدينة وإبراز وجهها الجمالي والإبقاء على مهمة الجباية دون استشعار بالكارثة الصحية والبيئية المتوقعة. الأمراض موجودة في كل بيت في المدينة القديمة، وهذا يرجع ليش؟ لعدم وجود عامل النظافة. الأوبئة موجودة، القمامات موجودة، الأوساخ موجودة، مخلفات المجاري موجودة. احنا ناشد الحكومة الموجودة حاليا بتكثيف عمل النظافة، رفع المخلفات من المدينة القديم، توفير العلاقات للمركز الصحي. إهمال السلطة المحلية في عدم رفع المخلفات ومعالجة طفح مياه المجاري يعد السبب الرئيس في الانتشار الكبير للحميات من خلال تكاثر يرقات البعوض الناقل لهذه الأمراض، خصوصا مع هطول الأمطار وترسب المياه، إضافة إلى ضعف إمكانيات الصحة، وهو ما يستوجب تكثيف حملات الرش للقضاء على الخطر ودعم الصحة لوضع حد لهذا الوضع. تعد مديرية المظفر أكبر مديرية موبوءة بالأمراض الوبائية حتى بالكوفيد 19. من خلال التحليل البياني للمعلومات المرفوعة إلينا من فرق الترصد الوبائي استطعنا تحديد أماكن البؤر هذه، لكن في الحقيقة تنقصنا الإمكانيات، سواء كانت الإمكانيات المتمثلة ببعض التجهيزات والمستلزمات الطبية أو الأهم من ذلك التجهيزات المتعلقة بالكادر الطبي. هكذا تعيش مدينة تعز تلوث بيئي وصحي يتعاظم أثره يوما بعد آخر وسيدفع ثمنه الجميع دون شك. شكلت تعز القديمة معرضا سياحي وموروث شعبي بكل ألوان الحياة، وغدت اليوم محاطة بالمرض والمخلفات وأسراب البعوض دون موقف مسؤول، فتفشي اللامسؤولية أشد خطر من تفشي الوباء. عواد الوهباني، اليمن اليوم، تعز. أهلا ومرحبا بكم من جديد إلى هذا المحور الثاني. أرحب بالدكتور راجح المليكي مدير عام الصحة في تعز. مرحبا دكتور. مرحبا أخي الكريم. مرحبا بك دكتور. يعني يبدو أن هناك انتشار كبير لوباء كوفيد 19، وهناك بالمقابل يعني ازدحامات كبيرة في الشوارع، أسواق القاعات مفتوحة، يعني الإجراءات الاحترازية لم تكن بالشكل المطلوب. كيف تضاعفت هذه المشكلة أو تسببت أيضا هذه الازدحامات بارتفاع في عدد المرض؟ أخي الكريم، فعلا ما زالت حالة الكوفيد 19 منتشرة في مدينة تعز وفي كل المديريات، وبالذات في المديريات الأكثر انتشارا للوباء وهي مديرية المظفر والقاهرة وبعض المديريات الريفية مثل جبل الحبشي وبشرة وحدنان. والمؤسف أنه هناك تساهل في اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي نصت عليها تعليمات اللجنة العليا للطوارئ
واللجنة الفرعية في محافظة تعز. بدأت المساجد تعود للفتح، وأيضا بعض صالات الأفراح والمناسبات، وهذا يعد مؤشر خطير قد يؤدي إلى يعني على أي أساس تم فتح أستاذ يعني دكتور على أي أساس تم فتح مثل هذه المساجد والقاعات؟ يعني هل المرض يعني في أو الأعداد الإصابة الرفاهية في تناقص؟ هناك تصرفات فردية من بعض المسؤولين في على المساجد أو على صالات الأفراح، وتم عمل برقيات لقيادة السلطة المحلية بأن هذه الإجراءات الأحادية الجانب قد تؤدي إلى كارثة، وأن مكتب الصحة يخلي المسؤولية الكاملة عن ما لا يحمل عقبة من انتشار الوباء. وصدرت أخيرا توجيهات من السيد المحافظ أنه ضرورة الالتزام وإغلاق محل التجمعات سواء كانت صالات أو مقرات. لكن نعم دكتور يعني كيف تصف لنا المرض؟ هل نعم يعني هل هو هل نصف المرض يعني مرض كورونا على وجه التحديد، هل هو في بداياته أم وصل الآن في اليمن وفي تعز على وجه التحديد إلى 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 الذروة؟ أعتقد من خلال التحليل البيانات الترصد الوبائي أننا ما زلنا في ذروة المرض. صحيح هناك انحصار في الأسابيع الماضية لبعض الحالات، لكن كان الانحصار بسبب الوعي المجتمعي الذي بدأ ينتشر، وإغلاق هذه المساجد والصالات والمطاعم والالتزام بالتباعد الاجتماعي. لكن إذا ما عادت الأمور إلى ما قبل الوباء قد يؤدي إلى عودة ارتفاع عدد الحالات. هناك صحيح نقص في عدد حالات الوفيات بسبب وجود بعض الإمكانيات التي توفرت لدينا في المرافق الحكومية واستقبال الحالات من وقت مبكر وإخضاعها للعلاج، لكن نحن لا نتحدث في تعز عن الكوفيد 19 فقط لا غير، نحن نتحدث عن وجود أوبئة أخرى في الأيام الأخيرة. نعم كما تحدثنا أيضا في تقريرنا دكتور، يعني هناك تكدسات كبيرة للقمامة سببت يعني أمراض كثيرة مثل حمى الضنك والمكرفس والملاريا وغيرها من الأمراض التي تسببت أيضا بالتزامن مع كورونا، يعني كيف تواجهون مثل هذه الجائحات؟ الأمراض أو الأوبئة المتعلقة بتكدس القمامات قد تكون بعيدة نوعا ما عن الملاريا وحمى الضنك والمكرفس، هي مرتبطة بأوبئة أخرى مثل الكوليرا والحمى الصفراء والفيروس الكبد الألف الذي يصيب الأطفال وبدأت تزداد حالاته في تعز. نعم. لكن فيما يخص الملاريا والمكرفس هي أمراض مستوطنة في محافظة تعز، وهذا موسم ظهور الحالات، لذلك ما أسبابها ما هي الأسباب التي أدت إلى ظهورها؟ هناك بؤر لتواجد البعوض الناقل لفيروس الحمى الضنك أو لفيروس المكرفس أو ما يسمى الشيكونجونيا بسبب وجود مناطق تجمع للمياه. معروف أن مدينة تعز تعاني من شحة المياه، يقوم المواطنين وبدون وعي بتجميع مياه الأمطار النقية في أوعية مكشوفة أدت إلى وجود بؤر للبعوض الناقل لهذه الحميات، لذلك قمنا بعملية رش وعملية هدم لبعض هذه البؤر، لكن لم نتمكن من هدم كل البؤر بسبب وجود بعض البؤر الصغيرة المنتشرة في أسطح المنازل في أحواج المنازل، وهذا يتطلب وعي مجتمعي وأيضا يتطلب تكاتف كل الجهود المتمثلة من صندوق النظافة وصحة البيئة إلى نعم. زيارة الأذن في المحاضرة. نعم دكتور راجح، يعني 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 دعنا نقيم على لسانك طبعا أنت المطلع على الوضع، كيف تقيم طبعا الإمكانيات والأدوات الصحية طبعا التي يمكن أن تواجه مرض كوفيد 19 وتواجه مثل هذه الأمراض، كيف تقيم لنا الوضع الصحي في تعز؟ ما يوجد لدينا من إمكانيات في القطاع الصحي لا يصل في أحسن الأحوال إلى 15% مما نحتاج إليه فعلا، يعني يوجد لدينا إمكانيات صحيحة، يوجد لدينا اعتمادات مالية ضئيلة جدا لا تلبي الشيء اليسير، لا توجد لدينا إمكانيات لتوفير كل الأدوية وتوزيعها على كل المديريات أو المرافق الصحية. وكانت هناك توجيهات دكتور راجح، يعني يبدو كانت هناك توجيهات من وزارة المالية. نعم أنت تحدثت يعني في فترة من الفترات بأن كانت هناك توجيهات لوزارة المالية بصرف مبلغ، وأشرت أنت إلى أنها ما زالت حبيسة البنك المركزي في عدن، لماذا والأمراض ما زالت منتشرة وتفتك بالكثير من الناس؟
هناك كانت توجيهات من وزارة المالية بصرف مبالغ على دفعة تم استلام دفعة سابقة منها ويوجد أمر كان عشر سابقا في لتعزيز محافظة تعز بمبالغ إضافية. ما زلنا حتى تاريخ هذا البرنامج ونحن نطرق أبواب وزارة المالية في محافظة في العاصمة المؤقتة عدن لغرض إطلاق هذا المبلغ، لكن حتى التاريخ لم يطلق، وبالتالي نقابل فعلا إشكالية في توفير الأشياء الأساسية حتى على مستوى توفير الوجبات الغذائية للطواقم الطبية العاملة في مراكز العزل العلاجي الخاص بالكوفيد 19. طيب بالنسبة للمحاليل الموجودة والمتوفرة لديكم، يعني هل تكفي لفحص يعني المصابين أم أيضا المخالطين من الدرجة الأولى أو المشتبه بهم؟ للأسف يفترض مع وجود وباء مثل الكوفيد 19 يجب أن نفحص كل الحالات المخالطة للحالة الإقتصادية، وأيضا لابد أن نقوم بالفحص الدوري للعاملين في المناطق الصحية، لكن بسبب أن نسبة المحايل أو كمية المحايل التي وصلت إلينا من منظمة الصحة العالمية هي كمية ضئيلة جدا جدا جدا، وبالتالي نكتفي بفحص الحالات المشتبهة المبلغ عنها أو المخالطين لها من الدرجة الأولى، يعني المخالطين بشكل مباشر، ونقوم من وقت لآخر بفحص دوري للعاملين في مراكز العزل العلاجي من الأطباء. طيب دكتور راجح، يعني على عجالة، هل هناك فحص عشوائي حتى على مستوى المجتمع؟ هل هناك دور واضح للمنظمات؟ هل هناك أيضا دوري طبعا لرجال الأعمال لدعم مثل هذا القطاع إن كانت هناك تأخرات من قبل الحكومة؟ بالنسبة للدور الذي تقوم به المنظمات، هناك دور محدود أشرت إليه سابقا من منظمة WHO ومنظمة اليونيسيف. فيما يخص بقية المنظمات التي تدخلت بالكوفيد 19 للأسف انحصر دورها فقط لا غير، إما في عملية التدريب أو ما يسمى تدريب الكادر أو في توفير بعض وسائل الحماية الشخصية، لكن لم توجد منظمات من العاملة في اليمن من تقوم بالتدخل في البنى التحتية لمراكز عموميات في مستوى المديريات أو في المراكز الرئيسية للعزل العلاجي المتواجدة في المستشفى الجمهوري أو في مستشفى خليفة أو في مستشفى المخاء. فالتدخلات تدخلات محدودة وجزئية. نعم، لا توازي أو لا تتواكب مع حجم الكارثة، يعني نعم لا تتواكب، يعني حتى مستوى التدخل من هذه المنظمات لا يصل إلى نسبة ما ذكرت سابقا 15% مما نحتاجه بشكل فعلي، يعني وبالذات في مجال التجهيزات الطبية الذي عالية الكلفة. فعشر سابقا تدخلات هذه مجال التدريب أو توفير وسائل حماية شخصية وبعض المظاهرات والمعقمات، لكن نحن نريد تدخل في البنى التحتية في تجهيز مراكز عزل وفرز علاجي للحميات أو للكوفيد 19. نحتاج إلى إنشاء يعني كل 5 سنوات ربع جديدة. الأجدر والأولى أن يتم إنشاء مستشفى للحميات في مدينة تعز وبقية المحافظات اليمنية التي ينتشر فيها الأوبئة من وقت إلى آخر. يعني هذا هو المفترض وهذا ما نتمناه، يعني لا يلبي غرض. إذن أشكرك جزيل الشكر الدكتور راجح المليكي مدير عام الصحة في تعز، وأشكركم مشاهدينا الأكارم على متابعة هذه الحلقة. أتمنى أن ألقاكم على خير وفي خير بإذن الله.